السلام عليكم ورحمة الله. تتحرك المدينة المكلومة في اتجاهات عدة على طريق النهوض والاستقرار، ففي الوقت الذي تكافح المحافظة فيه من أجل دحر الميليشيات الحوثية وتحرير ترابها، تعمل في الجهة المقابلة على فرض الأمن في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش، وتنشر الوحدات الأمنية من الشرطة العسكرية والقوات الخاصة لتأمين المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وحماية مؤسسات الدولة. فإلى أين وصلت جهود فرض الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة في تعز؟ وهل نجح أبناء المدينة في تجاوز الإشكالات التي كانت تؤرق أبناء المحافظة وتهدد أمنهم وسكينتهم؟ وما طبيعة المعارك الهادفة إلى استكمال تحرير المحافظة وطرد الميليشيات الحوثية منها؟ عمليات فرض الأمن وجهود استكمال التحرير في تعز موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل الوطن. هذا الموضوع أناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي فهد سلطان. أهلا وسهلا بك أستاذ فهد، سعيدين أن تكون معنا. سأناقش معك هذا الموضوع، إلى أين وصلت جهود الوساطة، إلى طبيعة الأحداث التي حدثت قبل أيام في تعز، النتيجة التي توصلت إليها السلطة المحلية هناك وجميع الأطراف، انعكاسها على المواطن، غير هذه المواضيع أيضا سنناقشها. لكن دعنا نذهب أولا لمتابعة هذا التقرير الذي يسلط الضوء على تعز، أمنها ومعركتها. تعز منطلق الثورة وأيقونة الجمهورية وعنوان انتكاسة الانتفاشة، ولأنها كذلك يريد لها اليمنيون أن تمثل حقيقة استعادة الدولة وحضورها القوي الذي تغيب معه كل ميليشيا أرادت وتريد فرض نفسها بديلا عن الدولة المنشودة. إرادة اليمنيين تقابلها من ناحية أخرى محاولات أعداء الشعب والشرعية، محاولات وضعت تعز خلال الأيام القليلة الماضية على صفيح ساخن، وضع بسببه اليمنيون أيديهم على قلوبهم، لا خوفا على تعز فقط، بل إدراكا لخطورة مشروع الملشنة الذي يريد نسف الشرعية من عمق المدن المحررة. صوب البعض أسلحتهم في الاتجاه الخاطئ، فكانت خطيئة ظن الحوثيون أنها ستمنحهم الفرصة لاقتحام تعز، فكثفوا هجماتهم على أكثر من جبهة، ليعودوا بعدها يجرون أذيال الخيبة بعد أن اكتشفوا أن رجال تعز الذين يستعيدون حضور الدولة في عمقها لم يتركوا الرباط على ثغورها لاستكمال التحرير. انتصر أبناء تعز على أطراف مدينتهم في كل مرة، وحين أراد أعداء تعز أن يضربوها في عمقها أعاد أبناء تعز تعريف الانتصار في العمق هذه المرة. ومع تغليب صوت العقل جرى التوصل لاتفاق بين الشرعية والمجامع التي واجهت الجيش والشرطة، اتفاق يتم بموجبه تسليم مقرات الدولة للجهة الرسمية المختصة، وفيما يرى الجميع في الاتفاق إخمادا لنار فتنة أراد لها البعض أن تلتهم تعز بأكملها. يرى مراقبون أن الفرحة بإخماد الفتنة لا تمنع اشتراط ما يمنع تكرار الخطيئة. ووفق هؤلاء، فبسط أجهزة الدولة سيطرتها على المواقع الاستراتيجية كقلعة القاهرة شرط أساس لمنع تكرار الجريمة. فهل تنتصر تعز في مسار الحضور المكتمل للدولة كما انتصرت من قبل كفاتحة للثورة ومفتاح لفضاءات الثقافة؟ شكرا للزميل فهد فارس على هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو الصحفي فهد سلطان. صحفي فهد، فيما يتعلق بالأوضاع التي مرت بها تعز، الأوضاع الأمنية التي جرت في تعز خلال الأيام الماضية أمام استبشار المواطنين هناك وأبناء المحافظة بفرض الأمن وانتشار القوات الأمنية وبسط نفوذها، وما بين أيضا المتخوفين وما بين أيضا المشككين وما أثاره من جدل، كيف تابعت الأحداث منذ بدايتها؟ تابعتها كأي مواطن يمني، كأي مواطن تعزي في نفس الوقت. يعني تعز تختلف كثير عن باقي المحافظات اليمنية من عدة من عدة نواحي. هذه المدينة لها تاريخ عريق،
هذه المدينة يعني فيها ما يقارب 5 أو 6 مليون شخص أو نسمة حسب تعداد عام 2004. مدينة تعز لها خصوصية ربما تختلف عن كثير من المحافظات اليمنية، وبالتالي أي خلل أو أي مشكلة تحصل في تعز تنعكس أو تصل صداها سريعا إلى جميع أنحاء اليمن. يتجاوب الكثير خاصة مع ما يحصل في تعز، يعني يجري فيها بين الحقيقة، بين الوهم، بين التهويل، بين يعني كل هذه الأشياء لاحظها المتابع، يعني المتابع ولو حتى المتابع البسيط خلال الفترة الماضية. ربما كانت تسفر الأحداث، وعلى الأقل يعني البيانات التي كانت تخرج عن المحافظة وعن محافظة تعز كانت تخرج يعني خارج ما يعني الجدل اللي كان يجري في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام. تعز حتى الآن فيها أكثر من مشكلة، يعني لغمت كثيرا. أستطيع بجملة واحدة أن أقول يعني غياب الشرعية أو ضعفها أثر تأثير كبير على كل المحافظات بشكل عام، على تعز بشكل خاص. تعز هي المحافظة الوحيدة التي لم تتوقف فيها ساحة الحرية منذ عام 2011 حتى اليوم. توقفت في صنعاء يعني 16 محافظة كانت تقام فيها اعتصامات أيام الثورة من عام 2011، إلا تعز بقيت يعني صامدة، بقيت لهذا الولاء حتى اليوم، لم يتوقف فيها إلا لبضع قماع ربما أيام المحرقة التي حصلت، ثم واصلت حضورها حتى الآن. المدينة الوحيدة التي تخرج فيها مسيرات في الليل والنهار ولم تتوقف ولا أسبوعا واحدا. المدينة الوحيدة التي كما يقال لا تنام. المدينة التي يعني فيها يعني تفاصيل أو فيها أشياء تدهش المتابع والناظر. يعني لو تجد مثلا في مدينة عدن ربما كانت تخرج مسيرات ضد الشرعية، تخرج مسيرات ضد الرئيس عبد الرب منصور، هذه تخرج مسيرات حتى الآن مثلا مؤيدة للانفصال. في تعز رغم كل ما يحصل إلا أنها خطها الوطني واضح، يعني مسؤوليتها واضحة، انحيازها الكامل لمشروع الدولة واضح. لم يكن هنالك أي يعني خروج عن هذا الإطار. الذي حصل هو محاولة تلغيم هذه المدينة، محاولة الالتفاف على هذا المشروع الوطني، على هذا المسار الواضح الذي التف حوله الصغير والكبير. محاولة تلغيم مثل هذا المسار كان لابد أن يحصل ما حصل، وربما كان من خلال المكر الكبير الذي حضر لهذه المدينة أن يحصل أكثر مما حصل. لكن رغم كل ذلك، إلا رغم المخاطر التي لا زالت حاضرة، إلا أنه حتى الآن نوعا ما تم الاحتواء ولا زالت المخاطر باقية. يعني لا نقول أنه قد تم تجاوزها، لا زالت طيب باقية. استاذ اسمح لنا أيضا أن نسمع إلى عضو لجنة الوساطة في تعز الشيخ علي القاضي، معي عبر الهاتف من هناك. شيخ علي أهلا وسهلا بك. حياكم الله. وسهلا. أهلا وسهلا شيخ علي، مع ضيفنا هنا صاحب فاس سلطان، نتحدث عن عملية فرض الأمن وجهود استكمال التحرير في تعز، ولعلنا ابتدأنا الحديث عن طبيعة التحركات التي حدثت خلال الأيام الماضية في تعز من أجل بسط الدولة على المؤسسات التي يعني لم تكن ضمن منظومة السلطة المحلية، ووضع الجهات الأمنية يدها عليها. هذه الجهود رافقتها اشتباكات ولغط كبير، إلى أين وصلت هذه الجهود؟ وأنتم كنتم عضو لجنة الوساطة، ما الذي دار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نبشر الجميع بخير، وإن شاء الله تعز تتجاوز هذه الأزمة. الوضع الأمني كما تعلمون في تعز معقد، وهناك يعني أوضاع غير مرتبة، ومع كل ذلك السلطة المحلية تبذل جهودها، ممثلة في المحافظ والدكتور المحافظ يقوم بعلاج المسألة، هذه المشكلة بحكمة وروية وغضوة، وقد انطلقنا في هذه اللجنة تحت ظلال هذه المعاني. فبالرفق وبالحكمة يمكن أن ينال الإنسان من النجاح
اضعاف ما يمكن ان يناله بالشده وغير ذلك. الحمد لله توصلنا الى نقاط واتفاق ومحضر اتفاق وسننفذ ان شاء الله حرفيا. طبعا لا يعكر على ذلك ولا يبشر في ذلك بعض الفروقات هنا او هناك او بعض الذين يعني يجندوا انفسهم يفشل كل خير وكل اتفاق، ولكن اجمالا نحن نسير الى خير ونسير ان شاء الله الى الاحسن، وستتوحد تعز ولن توجه اهتمامها ولن يكون لها مشروع هو مشروع التخريب ومشروع بناء الدوله. فهذه الامور ان شاء الله نبشر انها الى خير، ونحن كل يوم في تقدم وفي اطلاق باذن الله. شيخ علي، على ماذا تم الاتفاق؟ تم الاتفاق على فتح الطرقات، على تسليم كل مرافق الدوله للدوله، على اطلاق المخطوفين اللي خطفوا من هنا او هناك. تم الاتفاق على علاج الجرحى، على جبر ضرر الشهداء. تم الاتفاق على بسط الدوله لكل شبر محرر في تعز. وتم الاتفاق على التفاهم وتحصيل الخلافات الحاده والتي قد افضت الى هذا الوضع. والحمد لله وجدنا انه بالتقارب وبالتفاهم تمكنا من التغلب على كثير من الصعاب والمشاكل، والكل واعي ومستوعب لمخاطر الانفصال ومخاطر الاضطراب الداخلي. فالحمد لله يعني نقول الوضع مطمن ونطمن الجميع لا يقلقوا، فان شاء الله نحن الى احسن باذن الله تعالى. فيما يتعلق ب الجوانب العملية لهذا الاتفاق، ربما تحركتم، هناك حديث على أن بدأت عملية تنفيذ هذا الاتفاق وبدأت تسليم بعض المقرات إلى الشرطة العسكرية والقوات الخاصة كما نص على ذلك، إلى أي مدى هناك تحركات في إلى أي مدى اكتملت هذه التحركات؟ الحمد لله التحركات نجحت يعني في غالبها، ونحن نمشي على خطوة خطوة، والمقرات مسلمه الان كثير من المقرات، الشرطه العسكريه تتحرك وفي الجهه الشرقيه الشرطه العسكريه للامن العام يعني ضعف سيطرته عليها، والطرقات قد فتحت اغلبها ولم يبقى الا الشيء البسيط، ونحن كل يوم في وكل ساعه تمر في تفاهم اكثر وفي تقارب اكثر باذن الله سبحانه وتعالى. باذن الله تعالى. طيب شيخ علي، هنا ضيف الصحفي فهد سلطان ربما كان لديه تساؤلا ما، تفضل فهد. حول نقاط الخلاف يعني ماذا تبقى من نقاط الخلاف او النقاط التي لا زالت عليها اشكال، يعني كم الوقت الذي يحتاج لحسمها؟ هل ستحسم خلال ايام ربما ستطول يعني او ستؤجل او ترحل؟ ان شاء الله لن يرحل اي نقطه لن ترحل باذن الله، انما خلال هذه الايام في هذا الاسبوع في الاسبوع القادم ان شاء الله نستكمل كل النقاط. وبقي بعض مرافق الدولة تحتاج إلى ترميم بحدود شهر أو شهر ونصف تقريبا، يعني لا يوجد حمامات، لا طاقة شمسية، لا يوجد مقرات للعساكر للنوم وكذا، الأمور كلها مخربة كما تعرفون، فيحتاج الترميم بحدود شهر شهر ونصف تقريبا. فإن شاء الله عقب استكمال كل هذا الترميم وكل كذا ستنتهي الأمور نهائيا، أما التسليم قد بدأ ونحن مستمر. فإن شاء الله أنا أتوقع في غضون 10 أيام تنتهي الأمور كاملا ويتم تنفيذ كل النقاط باذن الله. باذن الله تعالى. الشيخ علي القاضي عضو لجنه الوساطه، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. الى ماذا تشير من نقاط الخلاف كما اشرت؟ هو يعني كنا نريد ان نعرف ما هي نقاط الخلاف العالقه، لانه حتى الان يعني هناك نقاط عالقه او نقاط خلاف كانت بين في مساله التسليم وفي مساله تسليم. والا لا يعني ما اذا كان مثلا في اول يوم انطلق الحمله كانوا متفقين على انها سيصبح الصباح ويسلمون هذه المؤسسات ثم انقلبوا بعد ذلك، فكنا نحن نريد ان نعرف ما هي نقاط الخلاف، لكن الشيخ القاضي ربما انه لم يرى اليات عمليه النقل والترتيب والبدائل طبعاً. ربما هذه ما التي اشار اليها الشيخ علي. ايوه هذه الذي كنت اقصدها. طيب اذا يعني رافقت هذه العمليات اصوات داعمه لها، رغم أن المحافظ الذي أصدر التوجيهات بها هو اللجنة الأمنية، ورافقت أيضا أصوات منتقدة، ورافقت أصوات تحاول أن تصطاد في مثل هذه الأعمال باتهام طرف وتوظيف قناعاتها ضد طرف آخر. يعني ما ملخصك لما دار وكيف نظرت إليه؟ نشوف نفس التجربة التي حصلت في عمران وحصلت في صنعاء تتكرر حرفيا في تعز، مع يعني مع الفارق قليلا على الاقل من ناحيه عدد من الناشطين او عدد من
الكتل الحزبية والسياسية كيف تتناول هذا الموضوع، كيف عملية التشكيك، كيف عملية التخوين، كيف عملية الاستهداف الممنهج التي تضرب، يعني لا تبالي في موضوع المشروع الوطني ولا في فداحة الجريمة التي حصلت في صنعاء. يعني ربما هذا موضوع آخر لو يخصص له، يعني لو يخصص له حلقات في نقاش مثل هذه القضايا، يعني في منطق لا منطق، في الجهات التي كانت تشتغل ضد الدولة، ضد مشروع لكن يعني بدأت الأحزاب السياسية مجمعة. شاهدنا أيضا الشارع داخل المدينة تعز يخرج بمظاهرات مطالبة ومؤيدة لتحركات اللجنة الأمنية والمحافظ. شوف الأجمل لم يشل أحد، الأجمل في تعز أن الشارع التعزي نقول حاضر بقوة، حاضر في المشهد غير المحافظات الأخرى، يعني تستطيع تقول من كل الأطياف في حضور شديد، يعني في توازن شديد، في رقابة شديدة، يعني الكل يعمل حساب للشارع. مثلا في بعض المحافظات كان الشارع بسيط وغائب أو مغيب ويتم طبخ الأمور وتمشي الأمور دون أن يكون. في تعز الموضوع مختلف نوعا ما، هذا نوع يعطي نوع للمتابع نوع من الأمان، نوع من الاطمئنان، لكنه ليس كاملا، لكنه هو يعتبر المعول الأساسي. لولا التوازن الحاصل في تعز، لولا قوة الشارع في تعز، كانت هذه المدينة ربما التهمت منذ فترة مبكرة. أنا قلت لك في بداية الحلقة تعز تعرضت يعني لمؤامرة يعني تتساقط فيها الجبال، تنوء بها حمل الجبال، يعني هذه المدينة تعرضت لخذلان كبير، هذه المدينة تعرضت لاستهداف غير عادي من نظام يعني سابق من قبل علي عبد الله صالح، من قبل الحوثيين، تعرضت لخذلان غير عادي ولا زال حتى هذه اللحظة من قبل الشرعية، تعرضت لخذلان كذلك حتى من قبل التحالف، يعني تعرضت هذه المدينة الكثير ولا زالت متحملة، صمدت في وجه يعني حصار لأكثر من عام ونصف ولا زال بقايا هذا الحصار حتى الآن، لكنها لم تركع. هذا الحضور القوي للشارع داخل هذه المدينة هو الذي أفشل أو أربك كثير من المشاريع التي كانت تعد لهذه المدينة. يعني حتى الآن المجاميع المسلحة مثلا، عدم دمج كتائب أبو العباس داخل يعني اللواء 35 كانت واحدة من أخطر المشكلات التي ندفع ثمنها حتى الآن، وهي الآن المشكلة التي قائمة عليها. هي ضمن اللواء 35 شكليا ربما تقصد كما قال قائد اللواء، هو حصل عمليات دمج للمقاومة الشعبية داخل إطار الجيش الوطني، وكان هذا واحد من أكبر المنجزات التي حسمت هذه القضية، وتدأ في عام 2015 وانتهى في عام وتم الانتهاء منه في سبتمبر تقريبا 2017. الوحيد هذه الكتائب التي يعني حتى هذا الكلام في يعني في 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 وثيقة كتب عليها عدنان الحمادي اللي هو قائد اللواء، كتب بخط يديه بأن هذه الكتائب هي ضمن الرواتب فقط، ضمن قوام الرواتب والأفراد والأعداد، لكنها ضمن الإطار العسكري والأوامر العسكرية ليست لا تتبعه يعني، وهذه هي المشكلة. حتى كلمة يعني كل قلت لك كل أفراد المقاومة انضمت ضمن إطار الجيش الوطني، كتائب وسرايا وألوية إلا هذه بقت كتائب مرتبطة حتى بشخص وليست مرتبطة في إطار الجيش، كتائب أبي العباس وهكذا. طيب استاذ فهد، معنا الان عبر الهاتف الاستاذ عبدو عماد رئيس منظمه المجتمع المدني بتعز. استاذ عبدو اهلا وسهلا بك. حياك الله، اهلا وسهلا. مع ضيفنا هنا الصحفي فهد سلطان نتحدث عن عمليه فرض الامن وجهود استكمال التحرير في تعز. ما تعليقكم وكيف تابعتم الاتفاق الذي انهى بموجبه ربما سميه تمردا أو خلافا على تسليم مقرات الدولة ومطلوبين حسب توجيهات قيادة السلطة المحلية، والشق الآخر بما يتعلق بالخطوات التي بدأ تنفيذها؟ حياك الله أخي، أنا وسام شكرا على هذا الاتصال، وأقول يا أخي العزيز صح أنه هذه الخطوة جاءت متأخرة، ولكن كما يقال في المثال تاتي متاخرا خيرا من لا تاتي. لا شك نحن كشعب نكافح منذ زمن طويل، من اجل شعب واحد ودين واحد ونظام وقانون واحد، وكذلك مؤسسات واحده وجيش وطني واحد. ولذلك لا يمكن ان نصبح شعوب متعدده واديان متعدده وانظمه متعدده ومؤسسات متعدده، كل يحكم بما يريد. ولذلك هذه الخطوه جاءت فعلا ضمن قضيه التحرير، وهي خطوة مباركة باركها الشعب والأحزاب، ووقفوا جميعا مع الأخ المحافظ في هذه القضية.
طيب إلى أي مدى كان الاتفاق يعني محققا لأهداف الحملة؟ لا شك انه نحن كشعب ان هدف الحمله كان واضح وهو هدف الشعب وهدف المقاومه وهدف الجيش وهدف كل الفصائل بان تعود مؤسسات الدوله للدوله وان تدمر كل الفصائل ضمن الجيش او ضمن الاهل. هذا كان هدف واضح وان نصل الى هذا الهدف باتفاق ويحصل الدماء ويقلل التوتر داخل المقاومه ولا شك انه بشكل حضاري ولكن يتوقف ذلك على تداول الطرف الاخر الذي ينبغي ان يعرف انه هو طرف يمني وليس طرف خارج اليمن كما ينبغي ان يفهم انه هو مصيب وان الجيش الوطني ال 35 الذي من خلاله وجد بعض التأييد الشعبي ووجد الدعم المادي داخليا وخارجيا ولو ان هذا الفصل ظهر لاول لحظه انه فصيل موازي للجيش وفصيل موازي للشرطه وللامن وانه يعمل بنظام مختلف اختلاف كلي عن النظام اللي تعمل به الدوله سواء في محاكمه الافراد واعدامهم او في سجنهم واختطافهم او في كفايه بعض الاموال من اصحاب رؤوس الاموال وغيرها، لا شك الهدف هو ان تسلم مؤسسات الدوله والهدف هو ان تثبت كل الفصائل وهو هدف ربح منذ وقت مبكر في تعز بحيث لا تكون هذه المشكله. للاسف انه احد التساؤل في المراحل الماضيه جعل هذا الكيان فضخم ويكبر، جعله يختطف، جعله يعدم خارج اطار القانون، جعله ايضا يجبي كثير من الاموال من هنا ومن هناك، وبالاخير حينما طلبت الدوله منه تسليم المؤسسات الرسميه للدوله سقطوا الشهداء وسقطوا جرحى من المدنيين ومن العسكريين وهذا امر مؤسف مؤسف مؤسف. ان جرحى تعز من الجيش والشرطه والمقاومه والشعب يسقطوا على يد الميليشيات ويسقطوا على يد فصيل اقنعنا خلال هذه الفتره انه كان يحارب الميليشيات. طيب استاذ عبد، ساعود اليك استاذ عبد العماد رئيس منظمات المجتمع المدني، ابقى معي، اعود الى ضيفي هنا الصحفي فهد سلطان. يعني ما مبررات يعني التمسك بمثل هذه الامور خصوصا انت في اطار عمليات تحرير اولا للمحافظه، هناك مباني متعلقه بالشرطه، هناك مباني متعلقه بالامن، هناك مدارس، ما الذي يجعل مثلا سين او صاد يمتنع من تسليمها؟ شوف، واحده من الاهم من اخطر المشكلات التي حصلت في تعز وربما تجاوزتها مدينه مارب هي المؤسسات الدوله. يعني كل المحافظين السابقين فشلوا في يعني في اداره او في استكمال التحرير وفي اداره هذه المدينه بالشكل المطلوب بسبب مؤسسات الدولة. إذا عادت مؤسسات الدولة وبدأت تشتغل وبدأت يعني تقترب من المواطنين وتلبي احتياجاتهم سيخف الضغط. ولذلك دائما نتكلم أو نقول التحرير في تعز ليس صعبا، يعني تحرير المدينة بشكل كامل ليس صعبا، كانت دائما الخطورة من سيتولى هذه المدينة فيما بعد. يعني كل الأحزاب كانت تتخوف أو كل التيارات اللي داخل مدينة تعز حتى المقاومة لأنها ستجد نفسها مكشوفة أمام المواطنين. يعني إذا استكملنا الآن التحرير مثلا مؤسسات الدولة لم تعد تشتغل أو لم تدب الحياة فيها من جديد بحيث ترتبط بالمواطنين، من سيتولى هذه المدينة؟ ولذلك يعني عودة مؤسسات الدولة هي قرار صائب وفي المسار الصحيح. لا يمكن لأي محافظ أن يبدأ هكذا أن يبدأ بأي عمل دون أن يبدأ من هذه النقطة الحقيقية. ولذلك شوف محافظة مارب تجاوزت هذه المشكلة. في تعز كل المحافظين السابقين حاولوا يعني في أكثر من طريقة أن يعملوا بديلا لكنهم لم يستطيعوا. ما لم تعد مؤسسة هذه الدولة وتعمل بشكل كامل وتعود أو تطبع الحياة مع المواطنين ثم بعد ذلك يأتي مسألة التحرير الكامل، هنا يعني سيتجاوزون كثير من المشكلات وتستطيع هذه المدينة أن تتحرر وتستطيع أن تتحمل مسؤوليتها فيما بعد السلطة المحلية. نعم. يعني لا تستطيع هذه المحافظة، يعني مثلا حتى الآن لو قامت الجيش الوطني وقام يعني حرر هذه المحافظة، من سيتولى إدارتها؟ أنت أمام 5 مليون شخص، ستحصل فوضى غير عادية. ما لم يديرها السلطة المحلية، السلطة المحلية وهذه المؤسسات، يعني سيكون الجيش هنا إيش؟ الحامي، وستعود أقسام الشرطة وستعود مؤسسات والبنوك ستدب الحياة من جديد. ستفاد كان هناك العديد من المؤسسات أثناء عملية التحرير خاضع أو سيطر عليها الجيش وألوية معينة، لكن هذه المؤسسات تم تسليمها في السابق خلال ربما سنة تقريباً،
أو أقل قليلا وبدون أي اشتباكات وبدون أي إشكالات. أعرف هذا الكلام. عودة المؤسسات أو استلامها دون أن تعود السلطة المحلية، دون أن يعود الموظفين، دون أن تعود المكاتب، دون أن يبدأ تطبيع الحياة، لا قيمة لهذا التسليم. هي صحيح أنه يعني سلمت هذه المؤسسات للدولة، لكن سلمت للدولة دون أن تعمل، دون أن تشتغل. يعني ما الفائدة أن تسلم لي الآن مبنى؟ لكن عودة هذه المباني وعودة المؤسسات وعودة الموظفين لها وبداية تطبيع الحياة، هذا هو المسار الصحيح الذي يشعر الشارع التعزي كله أن هذا قرار صحيح وأنهم سيقفون معه وأن كل من سيقف ضد هذا المسار سيقف الجميع ضده. وهذا الذي بدأوا به الآن. طيب أستاذ عبد العماد، فيما يتعلق بالواقع الآن في تلك المناطق التي تحركت إليها الوحدات الأمنية، كيف هي؟ طبعا أخي العزيز لا نخفيك القول، إذا قلنا طبعا هي القضية الآن قضية المؤسسات وإعادتها للدولة، لكن ينبغي أن نفهم أن نصف المدينة أو ثلث المدينة يعتبر كأنه الآن إمارة خاصة بهذه الجماعة، ليس فقط لأن كل المؤسسات متواجدة في إطار هذا المربع وهذا البعد للمدينة، لكن كما قلت كأن البعض يريد أن يحول هذا الجزء من المدينة إلى إمارة يقيم فيها أنظمة وأحكام ويستغل قضية الدولة ويستغل الشرعية التي منحها الشعب أنه مع المقاومة وأنه مع الجيش المقاومة، يستغل هذه كلها وتظهر بمظهر غريب وبمظهر يختلف كلياً عن بقية كل الفصائل التي قاومت في تعز. نحن نعلم أن في تعز لن تكون المقاومة لون واحد ولا طيش واحد. بعد أن حاولت الميليشيات تبدو تعز أن تبقى أبناء تعز جميعهم من جميع الفصائل من جميع الأحزاب من جميع القبائل من جميع المناطق، ولم يحدث منهم أي مطالبة لقضية القوانين أو السلطة المحلية أو أن أحدا حرر منطقة من المناطق ثم ادعى أنها ملكة، إلا هذه المنطقة يعني فيها أشياء كما قلنا غريبة والمواطنين يشكون فعلا من امور يعني برا في احدى المرات كذا الامور وامر يعني يفرض على الناس تقاليد معينه في محلات البيع والشراء تقلق الملابس ما يعرض وما لا يعرض قضيه الشماعات ما يطرح يعني امور غريبه وكاننا في اماره خارجه عن تعز وخارجه عن الامور، ولذلك كان ضروري ان تعود هذه المؤسسات الى الدوله ولم ان يسقط القانون والنظام الذي يحكم الجميلين كلهم هذه شبه الإمارة التي يريد البعض أن يحولها إلى إمارة. نعم الأستاذ عبد عماد رئيس منظمات المجتمع المدني بتعز كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ عبدو. أستاذ فهد، فيما يتعلق بعد أن نخرج إلى فاصل سنشير معك إلى ما يتعلق بأهداف هذه الحملة، كان منها عملية استعادة مؤسسات الدولة ومن ضمنها أيضا ملاحقة العناصر التي كانت تنفذ عملية الاغتيال والعناصر التي كانت تستولي على ممتلكات المواطنين من خلال اقتحام بعض المحلات وغيرها. اثنين نقطتين بعد فاصل قصير مشاهدينا نكملها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الصحفي فهد سلطان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ابناء لكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الصحفي فهد سلطان عن عمليات فرض الامن وجهود استكمال التحرير في مدينه تعز. وجد الترحيب بك صحفي فهد. قبل الفاصل كنا اشرنا الى بعض اهداف الحمله وليست اهداف سيطره واستعاده الدوله على مؤسساتها الا واحد من عده اهداف، فما تعليقك على ما تبقى من هذه الاهداف؟ وشوف المدينة الاستقرار في المدينة يحتاج إلى عدة أساليب عدة إجراءات. الإجراءات اللي اتخذها المحافظة الآن أو السلطة المحلية في مدينة تعز هي كان الإجراء الأول استعادة مؤسسات الدولة، وهذه كان كما أشرنا أنها واحد من المطالب الأساسية من أجل استكمال التحرير، من أجل تطبيع الحياة مع المواطنين، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين الذي بسبب غياب المؤسسات. تخيل الآن يعني كان بعض المعاملات يحتاج إلى السفر إلى مارب وبعض يعني وبعض هذا تسافر إلى عدن، يعني كان في إرهاق شديد على المواطنين داخل هذه المدينة بسبب غياب المؤسسات، فعودة المؤسسات هذه واحدة من الأساسية. النقطة الثانية التي أشرت إليها هي مسألة الاغتيالات. مسألة الاغتيالات هذه يعني موضوع الاغتيالات هي محاولة يعني دائما الاغتيالات هذه دائما في كل الدول أو في يعني في أوقات الحروب والأزمات هي تعمل على إرباك المشهد من البداية إلى النهاية،
تخلط الأوراق وتربك المشهد وتفتح مسار البلبلة والإشكالات والمشكلات، وربما تسقط دول وتسقط أنظمة، يعني نفس ما حصل في مدينة عدن. شوف كيف تحولت إلى مدينة غير آمنة، كيف ساءت سمعتها بشكل كبير بسبب الاغتيالات، بسبب تراخي السلطة المحلية، بسبب تواطؤها، بسبب عدة أسباب. يعني نفس هذا العداء تعز المتآمرين على هذه المدينة داخليا خارجيا يحاولون نقل هذه التجربة التي حصلت في مدينة عدن وفي صنعاء في عام 2013 و2012 إلى مدينة تعز، تربك هذه المشهد هنالك. يعني فمسألة الاغتيالات خلال الفترة الماضية هي لم تكن أو لم تبدأ مع اغتيال عمر الأستاذ عمر دوكم وحنا الحود الموظف الصليب الأحمر مؤخرا. الاغتيالات في تعز هي قد كانت سابقة منذ فترة سابقة، عشرات من أعضاء الجيش الوطني، من الجيش الوطني ومن المقاومة ومن المدنيين ومن التجار. يعني كان في عصابات في عمليات يعني استهدفوا كثير. هذه العصابات الأمن في مدينة تعز يعرفهم ويعرف الكثير منهم، يعني كثير من الجرائم التي حصلت حتى لاستهداف شخصيات حزبية يعرف الأمن هذه الشخصيات وأين تواجدها وبمن تحتوي. يعني بعض مثل هذه الشخصيات يمارس مثل هذه الجرائم، بعضهم كانوا مخابرات، بعضهم كانوا مرسلين ضمن النظام السابق، بعضهم يمارس هذه الجريمة ويرفع شعار ضمن المقاومة وضمن تيار معين ثم يلتحق به ويمثله كأنه غطاء. لا يمكن للسلطة المحلية الآن أن تدير هذه المعركة الحقيقية في استعادة الدولة ما لم يعني تمسك هذه أو تضع يدها على هذه يعني على هؤلاء المجرمين، ما لم يعد هؤلاء المجرمين إلى السجن، ما لم يقدموا للعدالة، ما لم يأخذوا الجزاء العادل، ستعود مشكلة تعز من جديد. وستأتي السلطة المحلية تدرك جيدا أن لا معنى لاستعادة مؤسسات الدولة إذا تفاقمت الاغتيالات، لأنها ستربك المشهد تماما وستقدم المحافظ على أنه يعني فشل، وستفشل الجيش وتفشل الجميع. ولذلك واحدة من الأسباب الأساسية وهي إيش؟ عودة مثل هؤلاء العصابات. وقلت لك هؤلاء أغلبهم معروفون بالاسم والصورة، يعرفونهم السلطة يعني الأمن في تعز يعرفهم، المقاومة تعرفهم، الشارع التعزي يعرف الكثير منهم. يعني هؤلاء واحد من المطالب أن يسلموا، أن يقدموا للعدالة، أن يأخذوا جزاءهم العادل. ستهدأ هذه الأمور وستبدأ عجلة التنمية داخل هذه المدينة تتحرك. نعم. طيب أستاذ فهد، تسمح لنا أن نشارك معنا أيضا في هذا الحوار الناشطة خديجة المجيدي، ناشطة سياسية معنا من تعز. خديجة أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. نحن نتحدث اليوم عن عملية فرض الأمن وجهود استكمال التحرير في تعز. كيف تنظرين إلى نتائج الجهود التي يعني دفعت إلى تنفيذ قرارات السلطة المحلية واللجنة الأمنية؟ لا طرح. أولا نشكر هذه الجهود التي اتفق حولها المحافظ وأيضا الدولة المتمثلة بوجود المحافظ في هذه المحافظة التي قدمت الكثير من الشهداء والجرحى من أجل هذا الأمن، من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة. أيضا هناك هناك جماعات لا تريد أن تنصر الدولة خوفا على مصالحها التي أيضا خوفا على مصالحها من خلال الإيرادات ومن خلال فرق البورصة التي تحميها. معروف أيضا فرق البورصة التي تعصر كثير لم تكون الناشدة أو المواطن التعزي عندما خرج أو يريد استبدال الأمن اغتيال عمر دوكم ورفيقه الدكتور رفيق الأكحلي، إنما هناك الكثير من الاغتيالات التي تمت فيها الموضعات التي أرادت الدولة أو ممثلة المحافظ أن تقام فيها أو أن تتواجد فيها. هناك الكثير أيضا من الاغتيالات والاحتراقات وأيضا عملية الاختطافات والقتل غير المبرر وأيضا القتل بطريقة غير شرعية. هنا المواطن السعودي رحب لاحظ الكثير، يعني الجميع أيضا مزعج من الطريقة التي تعامل بها الفريق أو الفريق أيضا المجموعة المتمردة على الدولة. الجميع يريد
تتواجد دولة تتواجد فيها الأقسام في المحاكم. المواطن السعودي سعيد من هذه العشوائية أو الفوضى التي تعم المدينة. نحن نطالب بوجود الدولة لتحكم علينا أو سواء كان علينا أو ضدنا. قلنا المواطن دوره في هنا دور المواطن في المدينة السعيد يجب أن يساعد الدولة في تطبيع الوضع وأيضا يحرص على رجال الأمن ويكون له مساعدا في تتبع المجرمين وأيضا الإجراء أماكنهم وغيرهم معروفون أين يتواجدون. أيضا المواطن يتعب خرج يطلب الأمن أيضا فقد رجل في الحرب الغاشمة يمثل الشفقي على الدولة ونهم قدراتها. فقد الكثير من الجرحى والشهداء بوجود هذه الدولة. إذا هنا يجب على الدولة أو دور الدولة المتمثلة في السلطة المحلية ووجود أيضا المحافظة على تعيين مؤسسات الدولة، أيضا ضبط سيطرتها على الأماكن التي يتواجد فيها المتمردون بالإضافة المتمردة الخارجة عن الدولة، لابد أن تفعل الأحكام وأيضا أن تفعل القضاء، لا تترك المواطن لا يدري إذا كان لديه مشكلة وإذا كان لديه أمر من الأمور لا يدري أين يذهب، لابد أن تفعل تفتوا أقسام قلنا وأقسام الشرطة وأيضا المحاكم ويجب لابد أن يجب المواطن تعدي الأسئلة على الأرض على الواقع بس في المحاكم والأقسام أيضا على يلمس الشرطة وهي تحمي وتحرس لا أن هنا لا أن توجد العقابات أو إطلاق الموت الذي تعتبر لماذا أو ما السبب. هناك كنا أوكيل الكثير من الأمية من أكثر من 200 فرد ومعروفون أين أوكيلوا ولماذا يعني من الذي ارسله وأيضا نريد أن نعرف من وراء هذه الأسئلة. الكثير على قدر كثير لا يغضى عن أحد أو لماذا يتغاضوا عن ماذا الذي يقوم دور الأسئلة. هل يعني لا يعلمون ان هذا المدخر الذي ياتي عبد الفوقى المتوفي رساله الشخص الذي يعني يمشي امنا في مدينته ثم ياتي هذا الشخص ويرسله دون مبرر لابد ان ياخذ هؤلاء المسلمون جزاءهم. نعم ولهذا يعني تبقى مساله استكمال فرض الأمن غاية منشودة للسلطة المحلية والجيش الوطني وللشرعية بشكل عام. نعم تبقى الغاية والهدف الذي خرجنا من أجله ننشده ونتمنى أن يتواجد على أرض الواقع. هنا نسقي الدولة تمثل للسلطة المحلية لابد أن تكون قوية لابد أن تكون قارنة قراراتها لا أن تهاجم أو أن تأتي بوساطات من هنا وهنا من لكن هنا ما يمكن أن يكون ما يمكن أن يتحقق بالوساطات يكون مقدما على فرض القوة ربما هذه وجهة نظر أيضا. طيب الناشطة خديجة المجيدي ناشطة سياسية كنت معنا من تعز أشكرك جزيل الشكر شاركتنا هذا الحوار في هذا الموضوع عمليات فرض الأمن وجهود استكمال التحرير في تعز. تعليقك حول يعني بالأخير الوساطات أحيانا تعمل على حقن الدماء وتحقق الأهداف وهذا شيء إيجابي ولكنها في نفس الوقت تعمل على تميع القضايا وعلى كما حصل يعني تجاربنا في اليمن مع ونحن في اليمن أصبحنا لا نثق بالوساطات لكن لا لم يحصل ولا وساطة واحدة في تاريخ اليمن قد نجحت بالعكس كانت الوساطات هي الثقب الأسود الذي تلتهم جهود الدولة وتلتهم يعني نحن نتخوف كثيرا من جهود الوساطات بل جهود الوساطة هي قضية تمييع الأصل أن يكون هنالك اتفاق ملزم وواضح وأن يكون هنالك مكاشفة للرأي العام يعني قد ينظر لها أنت ترى ليس هناك وساطة مع الدولة على الدولة أن تفرض يعني رأيها يعني ما دامت هنالك دولة هي الدولة هي الدولة الوحيدة هي الموقع الذي يحتكر العنف الدولة هي الموقع الوحيد الذي يحتكر العنف فقط والعنف بأعلى مستوياته يعني الدولة فقط أخلاق الدولة غير أخلاق الفرد يعني لا يسمح للفرد أن يمارس مثلا العنف يعني العنف في حق الفرد ممنوع محظور في الدين في كل الأديان أما أخلاق الدولة تستعمل العنف حتى في يعني في خلق الدين في عرف الدين من حق الدولة أن تستعمل العنف ولا تحاسب
إلا ضمن الدستور والقانون الذي اتفق عليه الجميع، الذي اتفق عليه هؤلاء الناس. يعني الدولة هي التي تحتكر العنف. مسألة هذه الوساطات اللي تعز قد ينظر لها من باب يعني من باب أنها لحقن الدماء لتقريب وجهة النظر، لكن في كل تحقيق الأهداف في الأخير إلى الآن البعض يتفاءل بهذه الوساطات وأنها نجحت في تحقيق الأهداف وحقن الدماء. الأصل في مسألة الوساطات، نحن قلت لك نتخوف لها كثيرا، الأصل هذه الوساطات ينبغي أن تكون لها مهمة، لا تكون وسيط بين الدولة، يعني لا تكون وسيط بين يعني كيانين، بين هذا المتمرد وبين الدولة. هذا هو الخلل. يعني هي ينبغي أن تكون الوساطة لإقناع الطرف الآخر غير الدولة. طيب استاذ، يعني كيف تؤثر حتى ندرك مثلا هذه النقطة؟ هذه النقطة مهمة. أنا أقول إنه الوساطة الآن إذا كانت الوساطة في تعز على أنها وساطة بين يعني بين الدولة وبين بمستوى واحد، هنا الخلل، ونحن سنكرر أن هذا طرف وهذا طرف. هذا طرف، لكن ينبغي أن تكون يعني مثلا الدولة ترسل وساطة إلى الشخص، إلى الطرف الآخر لتنفيذ القرارات، يعني كيف سينفذ أو تأخذ وتعطي معه، لكن أنها ستعطي في هذا الخلل. كيف تؤثر الجوانب الأمنية على عملية استكمال تحرير تعز؟ أنا أقول يعني إجابة على هذا السؤال في نقاط مهمة ينبغي أن تحسم. لو كانت حسمت في الفترة السابقة رغم المطالبات ربما لن تحصل مثل هذه الآن. يعني إحنا قد نتكاسل أو نؤخر قضية أو نتغاضى عنها أو بطريقة أو بأخرى. مسألة عدم دمج، يعني أنا أقول أنه يعني دمج المقاومة في الجيش بعض، يعني تستطيع نقول هنالك بعض الإشكالات، هنالك بعض الملاحظات، كلها يعني واردة بحكم طبيعة البلد، بحكم طبيعة المدينة، بحكم طبيعة الحرب، بحكم طبيعة كل هذه الملاحظات مقبولة، يعني من يقولها سيسمع له. لكن أن تكون مبرر لعدم دمج كتائب منفردة خارج عن إطار الجيش وتمارس شكل الدولة داخل، يعني تمارس شكل الدولة بإطارها الفكري خارج دائرة الدولة، فلها يعني توصيف خاص في مسألة الدولة، لها توصيف خاص في مسألة التعامل مع الناس، لها توصيف خاص بالنظر حتى للمواطنين، لها توصيف خاص بالنظر إلى السلاح، يعني في استعمال العنف. كل هذه القضايا يعني تركت خلال الفترة الماضية، والآن بتنا ندفع، يعني باتت تعز تدفع ثمن دماء وتدفع أرواح وما تلاحظه الآن. يعني سأستكمل معك هذا سأستكمل معك هذا الموضوع. اسمح لي أن أختم مع ضيفي عبر الهاتف من تعز، العقيد عبد الباسط البحر، الناطق باسم محور تعز واللجنة الأمنية. سعادة العقيد، أهلا وسهلا بك. حياك أخي الكريم، حيا الله ضيفك الكريم والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا ضيفي. نعم، هنا الصحفي فهد سلطان، ونتحدث عن عملية فرض الأمن وجهود استكمال التحرير في تعز. ربما كان معنا الشيخ علي القاضي وتحدث عن جهود الوساطة وإلى أين وصلت. كيف هي الأوضاع في المناطق التي تم الاتفاق على تسليمها؟ الحقيقة في الكريم، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المفصلة من قبل الأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنية لوضع آلية لتنفيذ قرارات اللجنة الأمنية واستكمال تنفيذ قرار المحافظ، استبشر الناس خيرا وكثير قابل وهذا بالارتياح، ويعني كانت هناك حالة من الرغبة في الخروج من هذه المواجهات البينية والداخلية. وفعلا تحركت ولا زالت تتحرك حتى الآن، ما زال التواصل قائم وما زال هناك جهود مضاعفة ومستمرة تبذل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه. بالنسبة للاتفاق، طبعا ما تم إنجازه حتى الآن هو توقيع هذا الاتفاق والتزام الطرف الآخر بالتنفيذ بحكم توقيعه عليه، لكن عمليا إلى الآن لا زالت هناك بعض الموانع وبعض العقبات وبعض الإشكاليات التي بإذن الله تعالى ثم بالإرادة الصادقة سيتم تجاوزها وحلحلتها إن شاء الله خلال الساعات القادمة. تتمثل هذه الأمور فيما ذكرت أنت، أنه إلى الآن الانتشار الأمني بالنسبة للأمن المكلفة للحملة الأمنية وهم القوات الخاصة وأيضا قوات اللواء الخامس حماية رئاسية وكذلك قوات الشرطة العسكرية ما زالت تتواجد في حدود المربعات التي كانت تتواجد فيها سابقا،
ويعني دمت تدخل الى المربعات المستهدفه حتى الان. التسليم والاستلام الى الان لم يتم اي تسليم لهذه المخلات، ما زالت هناك بعض طلقات النار بين فينا واخرى، ما زالت هناك ايضا توجد تقطعات واختطافات واعمال قمص، ما زالت هناك بعض الشوارع الى الان مقطوعه وتوجد حواجز وتمنع الحركه فيها، و ما زالت بعض الممارسات اللامسؤولة موجودة، لكن إن شاء الله بتظافر الجميع وبإدراك الجميع لأهمية اللحظة وأهمية الموقف الذي نعيشه، أعتقد سنتجاوز هذا بإذن الله خلال الساعات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. هو كان ضيفي هنا الصحفي فهد سلطان، تساءل حتى مع الشيخ علي القاضي ما الذي يؤخر استكمال مثل هذه الأعمال وقد اتفق الجميع عليها؟ والله يعني ليس لدي إجابة على هذا السؤال، هذا السؤال الأصل يطرح على من يعيق تنفيذ ما التزم به، والأمر واضح واللجنة مشكلة من الأخ المحافظ وهي عبارة عن 4 أعضاء، 2 يمثلوا الأخ المحافظ الذي هو ممثل الدولة، و2 يمثلوا الطرف الآخر، وبالتالي الأصل أن تتم الأمور المتفق عليها و التي هي محل إجماع والتي نسمعها أيضا نظريا ونسمعها ونقرأها في وسائل التواصل، أن الجميع ملتزم بالدولة والجميع محتكم للدولة، وأن المحافظ هو محل إجماع الجميع، وأن الأوامر تسري على الجميع، ولا بد من انتشار الدولة في كل المقطعات واستعادة المؤسسات. هذا الكلام الجميل والإنشائي والنظري، المحك العملي هو التطبيق والميدان، و إن شاء الله بإذن الله أن يكون ما يشر نسمعه قريبا إن شاء الله، وإن شاء الله أن يكون المانع خيرا، وإن شاء الله لا تكون هناك أي تغيير في الموقف، لكن سنستمر جميعا في يعني استتباب الأمن إن شاء الله والاستقرار وعودة تطبيع الأوضاع وعودة الحركة إلى المدينة. العقيد عبد الباسط البحر الناطق باسم محور تعز واللجنة الأمنية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك سعادة العقيد. ليختم مع ضيفي هنا في الصحفي فهد سلطان، إذن فرض الأمن وجهود استكمال التحرير ربما خطان متكاملان كما يقال. شوف مع الأسف ما الذي يحصل عند الشرعية وما الذي يحصل عند الحوثيين. الحوثيين حتى الآن لم يحصل أن حصل بينهم خلاف أو شكلوا لجنة، يعني عندهم مسار واحد، لا، ولذلك مجرد الخلاف مع علي عبد الله صالح أبو، مجرد أنه اعترض أو خرج عن إطارهم تم حسم هذه سريعا. دائما هذه المشاكل يعني متجدرة، التراخي في هذه المسائل هي التي سببت علينا كثيرا ودفعنا ثمنها كثير. مع الأسف الشرعية تواطأت كثير وقصرت كثير ولا زالت متواصلة حتى الآن. يعني كيف عند الحوثيين لا يمكن يسمح لي يعني لأدنى يعني خلاف أو أدنى شيء داخل الصف مهما كان، كتلة صلبة متماسكة. يعني أنا أقول أن الحوثيين يعني عندما نقيم هذه المسائل أخذوا المنطق الحقيقي في الثورة وأخذوا المنطق الحقيقي في الدولة، ولكنهم في إدارة الدولة فاشلون، هذه حقيقة. يعني في إطار استعمال الدولة ينبغي أن تحتكر الدولة للعنف إلى أقصى مستوى، إلى أقصى مستوى. يعني عندما يعني تتأمل في يعني في تاريخ قيام المملكة العربية السعودية، الملك عبد العزيز استعمل العنف حتى خضعت كل القبائل واستقام الناس. يعني الطبطبة الزيادة هذه تفشل الدول، تفشل المؤسسات بطبيعة النفس، أنه كل من يحمل سلاح ممكن يخرج، ممكن يعمل له دولة لحاله أو يشكل له دولة لحاله. لكن عندما يكون هنالك دولة، في نقطة أخرى أنه دائما الجمهور الناس حتى العدو يهاب الرجل القوي يحترمه ويقدسه. أنت عندما تكون قوي 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 بمعنى القوة تستطيع أن تستعمل العنف إلى أعلى مستوى لكل من يخرج عن الإطار العام. يعني أنت الآن محدد مسار واحد لمسألة الدولة، كل من يخرج عنه تستعمل العنف ولو العنف المفرط. لكن ولو العنف المفرط هنا يحترمك الشارع كله، تصبح ملهم للشارع. يعني أنا أقول لك الآن، كيف يحترمك؟ أنا أقول الآن ترتكب العنف المفرط، لا لا للدولة، ركز حتى الآن. لا 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 لا. يعني الآن بشار الأسد يستخدم العنف المفرط، هل هو محل احترام؟ لا لا، في فارق. أنا لا، في فارق. أنا كلامي كان واضح، أبدا هذه النقطة ينبغي أن توضح. أنا أقول عندما يكون هنالك مسار واضح لمفهوم الدولة وفق القانون وفق النظام، طبعا عندما يكون في مسار واضح، يعني كل من سيخرج عن هذا المسار ستستعمل مع الدولة العنف المفرط من أجل أن تعيده إلى المسار الصحيح. يعني الدولة هي التي تحمي المواطن
في هذا الاتجاه وتوفر له كل وسائل الحماية، ولكنها لا تسمح بأي كائن كان أن يخرج عن هذا الإطار العام تستعمل معه العنف. فهد سلطان الصحفي كنت معنا اليوم، سعدنا بك، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم معي. شكرا لضيوفي الكرام الذين كانوا معي في حلقة هذا اليوم عبر الهاتف، وتحية لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.